تحياتي وتقديري إلى كافة الضباط والمنتسبين الذين شاركوا في عملية التصويت الخاص وساهموا بحماية المراكز الانتخابية. مرة أخرى أقدم شكري وتقديري لهم، وأتمنى لهم دوام الموفقية والنجاح. الكل يعلم أن غدا يوم 10/10 موعد التصويت العام، فالمطلوب من كافة الآمرين وبمختلف المستويات التواجد في مراكز الاقتراع وتأمين الحماية الكاملة للمواطنين وأجواء انتخابية آمنة وشفافة. اعتبارا من الساعة 6:00 غدا صباحا كافة الآمرين بمختلف المستويات، آمري الأفواج ومدراء الأقسام وضباط المراكز وضباط المكلفين بالواجبات يتواجدون على رأس قطاعاتهم في كافة المراكز الانتخابية. نؤكد على التعامل الجيد مع المواطنين وامتصاص زخم الكميات الهائلة من المواطنين التي ستشارك في عملية الاقتراع.